السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخر حاجة مع الكلب جاكس، وصلنا لتدريب الكلب على المشي بالليش، وزي ما احنا شايفين كده اللي ما شافش الحلقة دي هسيب لك الرابط فوق وهيظهر قدامك حالا. زي ما احنا شايفين هنا اللي انا عامله ده دلوقتي ان انا بعود الكلب ان هو يمشي مع خطوات رجلي، حتى لو انا غيرت اتجاهاتي في اي لحظة يبقى هو كمان عنده استعداد ان هو يغير اتجاهه في اي وقت انا بلف فيه بغير اتجاهاتي يمين شمال زي ما احنا شايفين كده. هنبدأ بقى في تدريب الكلب من غير الليش. اللي انا بعمله هنا ان انا بحاول اظبط الكلب ان هو يبقى حركته ماشيه معايا مظبوط، في اي لفه انا بلفها يبقى الكلب بيلف جسمه معايا، ودي الخطوات الاولى اللي هتظبط فيها الكلب ان يمشي جنبك بشكل احترافي جدا. Yeah.
حلو.